السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة ما تنساوش الاشتراكات، الاشتراكات مهمة برشا باش تعاونوني. واضح، ان شاء الله تكونوا بخير ومرحبا بكم من جديد. السلام عليكم، اهلا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم الناس كل، ان شاء الله تكونوا بخير. اولا، ثاني حاجه، الفيديو نتاع اليوم فيديو مهم، ولكنه ان شاء الله يفهموه برشا ناس بالطريقه الصحيحه. سالوني على العمل في اوكرانيا، معناها فما خدمه موجوده في اوكرانيا، معناها ما فماش اشكاليه في الموضوع هذا ولا لا. انا باش نجاوبكم بملخص الحديث، معناها بملخص الحديث مش منطولش عليكم برشا. بالنسبه للعمل في اوكرانيا، موجود وما فماش حتى اشكاليه، سواء في المطاعم، سواء في المقاهي، سواء في المغازات الكبرى، سواء في البناء، في كل ميدان، لكل مهن مطلوبه في اوكرانيا. هذه حاجة لازمكم تعرفوها. بالنسبة للعمل، بالنسبة اللي باش يجي لأوكرانيا ويخمم في العمل، ما يخافش، ما يقلقش روحه من الكوتي هذه، من الناحية هذه ما يخممش. أوكرانيا نجم تجي وتخدم على روحك. بالنسبة فما ناس قالت لي معناها الدخل الفردي، معناها الشخص قداش الشهرية متاعه، موضوع هذا يختلف، معناها كل انسان والمهنه نتاعو. مين نجم نقول لك انا معناها بدايه من 350 دولار وانت ماشي، نجم تاخذ 400 دولار انت والمهنه نتاعك، انت والحرفه نتاعك. معناها تنجم تاخذ 400 كيما تنجم تاخذ 500، انت والحرفه نتاعك، انت والمعناها المهنه اللي انت معناها عندك فيها اكسبيريونس كبيره. سيتو معناها الانسان اذا هو يحكي اوكرانية ولا الروسية يلقى حظه بالباهي، وبالنسبة الا ما يحكيش على الاقل يكون عنده اللغة الانجليزية باش ينجم يفرض روحه معناها في اوكرانيا ونجم يخدم على روحه. مي اللغة هامة برشا. ان شاء الله يكون الميساج وصل، توحشكم برشا. ما تنساوش الاشتراكات متاعكم راهي تهمني برشا، واش نحكي في برشا مواضيع. انا كيما نحكي معاكم كيما انتوما زادة لازمكم تشتركوا في القناة، تشجعوني، تعطيوا اقتراحاتكم، تعطيوا المواضيع معناها اللي هي تهمكم ولا تحب تعرفوا عليها. انا موجود ان شاء الله ونعاونكم، وكيما نقولوا احنا الناس كله خيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.